نعاود نزيد ناكد يعني باش ما تعطينيش الثقل كله تحطو عليا. انا راني جدي راني كدير وباش يعني الكلام انا بوحدتي في اي هذا راه ما خاصنيش نفهم يعني الجهد ديالي راه كلشي عندي شفافيه راه ما عنديش شي الهدف ديالنا كامل واحد كيما يعني مادا بيا وكان نطلع واحد ولا يطلع ولا نطلع واحد كيما بغيت المهم انا نمشي معاه كيكون هذا كيكون الاخر الهدف ديالي دائما هو نفس الهدف. الوغ يعني كيما تجددت الثقه عاوتاني عندي انا خاصني نطلب منكم العوين هذا هو الاساس 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 يعني نتوكلوا على الله والنية ديالنا راه يعني واضحة وباينة فهمتي من عطا ما يحشمناش هنايا غادي نديرو ما في الاستطاعة ديالو ما في يعني ما في الجهد ديالي غادي نديرو كمال الله لأن ما كاينش شي حاجة اللي تقولها باش نوعدكم شي حاجة اللي غادي تشوفوا نتوما داك ديال هذاك شي حاجة اللي أنا اللي عليا الثقل ديالي وبحكم المعرفة ديالي مع الناس وبحكم التجربة ديالي غادي ندير مستحيل ولكن راه دائما العوين ديالكم كيكون هو الطرف الاساسي لان راه وجهكم باش غادي نمشي وما خاصنيش يعني التلف اذا تعاود شدت هذا سميتو ما خاصنيش ياخذوا ناخذ يكون واحد الفشل ما يكونش نديروا انا اليد في اليد ودائما تشاور بعضياتنا واللي وافقتوا عليه اللي وافقتوا عليه انا معاكم انا ما عمري غادي تسمعوا في امي كنعرض هذا ولا هذا ولا هذا لان ما عنديش واحد الهدف معين اللي خاصني نوصل له باش نجم ما عندي عندي اهداف وسط يعني في وسط النادي في وسط المكتب كما قال الاخ يعني غادي يكون هذاك الشيء غادي يكون في العمل ديالنا غادي يبان يعني داك القوة ديالنا غادي نحطوه ان شاء الله ولكن بالمساهمه ديالكم واحد النظام واحد الروح واحد الضمير اللي هو شفاف ضمير اللي هو يكون ضمير نيت يعني ديال ضمير رياضي ماشي شي اهداف اخرى ولا شي ما عندها حتى شي اهداف اخرى من غير يعني التقطير ديال الجمهور ويعني تكون عندنا كلمه عندها وزن كبير في يعني في النادي ديال اولمبيك بجميع الفرق.